فردوس شبهك انت يا لك، عم اقول لك بحبك وما بقدر اقعد من دونك ابدا، فهمي علي بقى. وما زال بتحبني، ليش ما بتبعت اهلك بيخطبوني مثل كل الناس وبنخلص من هالقصه؟ والله ما بعرف شو بدي اقول، ما بعرف شو بدي اقول. بس انا بعرف. شو بتعرفي؟ امك مو رضيانه تجوزك لوحده فقيره ومعتره مثلي، وابوها بيشتغل اجير بالحمام عندكم. بس انا بحبك فردوس، وما بحسن اتخلى عنك بالمره، وانا مو فرقانه معي هذا الحكي كلياته. صحيح ابوك يجير عنا بالحمام بيشتغل، بس عمي ابو فكري بحطه تاج على راسي. عزام افهمها، نحن مو لبعض. روح خلي امك تدور لك على شي وحده تكون بنت عالم وناس ومع جاه ومع مصاري، كون توبة من توبكم. فردوس وحياة الميمي أنا بحبك. إيه وإيش كان أمي وأبي مالهم موافقين على هذا الشيء، أنا بجي لحالي وبطلبك من أهلك. بس أبي مستحيل يوافق إيش كان أهلك مالهم موافقين. نحن صح ناس بسطة ودرويش وعلى باب الله، بس كمان منعرف بالأصول كتير منيح. بدي أقول لك شغلة، بتحبيني؟ معناتها احنا لازم نهرب سوا ونتجوز. ايه مثل ما عم اقول لك، مانا غير الحل. بس يا عزام هيك اهلك رح يغضبوا عليك واهلي كمان، وانا مستحيل احط ابي بهذا الموقف وخلي راسه بالارض، مستحيل. واذا غضبوا علينا اهالينا رب العالمين رح يغضب علينا وما رح نتهنى بعيشتنا. بتعرفي شو؟ كبرتي بعيني. ايه كل مالك عم تكبري بعيني اكثر واكثر، وانا مستحيل اني استغني عنك. ولك انا بحبك وبدي اياكي، ولازم الاقي حل لهالقصه، لازم الاقي حل. ولا والله بقتل حالي. عزام افهمني، ما في غير حل واحد، انك تقنع اهلك يجوا يخطبوك. عم اسمع. جاني نفرت جني مشان هالشرشوعه بنت اجير الحمام. انت ناوي تفضحنا بالحاره؟ لك يا مو حرام عليك، ليش هيك عم تعملي فيني؟ يا حرم جلدك عن عظمك انت وياها. لك شو دخل ابو فكري؟ ابو فكري اجير عنا بالحمام، زلمه عايف حاله وعم يشتغل بعرق جبينه، وبعدين انا غير هيك ما رح اتجوز له، رح اتجوز بنته فردوس. لو 60 نبي ما رح جوزك بنت اجير الحمام. انا لما بدي اقعد بين الخانمات بدي اقول لهم هي الشرشوحه كنتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا آخر كلام عندي؟ هذا آخر كلام عندي. يا بتسمع كلمتي وبجوزك أحلى بنت من بنات البقوات، يا أما بغضب عليك ليوم الدين. يا الله رح يجنني هذا الولد، لم ينطالع هيك عقله يابس. اخ منك يا ابو عزام. قال شو؟ قلت له 100 مره لا بقى تدلله هذا الولد، انتزعت اخلاقه ما بيسمع الكلمه. يا الله السلام عليكم. مرحبا عمي ابو فكري. اهلين معلم عزام. عود عود عمي ابو فكري عود. يا رب شلونك؟ طمني عنا. الحمد لله. ايه الحمد لله، ان شاء الله هيك مبسوط عنا بالحمام. الحمد لله الحمد لله. ايه الحمد لله. عمي ابو فكري، هلا انت شلون بتشوفني؟ ما فهمت عليك معلم. يعني قصدي عمي ابو فكري، انت بتشوفني حدا منيح؟ والله انت ما في منك، يعني شاب كويس ومرتب. الله يخلينا اياك يا رب ويطول بعمرك. طب هيك حابب اسالك سؤال، يعني ايش كان هيك حدا اجا بده يطلب هيك يعني يتجوز من عندكم وحالته هيك
يعني ميسورة وتعطوه. أها يعني شلون بدي فهمك يا عمي أبو فكري؟ عمي أبو فكري، إذا أنا جيت وتقدمت للمحروسة بنتك تعطوني؟ والله أنت يا معلم عزام ما في منك يعني، بس يعني ما معقول واحد مثل حكايتك ابن عز وجاء يجي يطلب بنت جير حمام. لا يا عمي أبو فكري، هي ما حبيتها منك بنوب، ولك أنت بكفي عم تشتغل بعرق جبينك. هاد الأجير الحمام اللي عم تحكي عليه حطه على راسي من فوق، ومشان هيك حابب لك هالكلمتين. أنا طالب إيد بنتك فردوس على سنة الله ورسوله. أها شو قلت عمي؟ لك شو هاد؟ شو هاد اللي عم اسمعه يا نصبية؟ شو هاد؟ هي تربايتك لابنك ودلالك إلو، بده يبهدلنا آخر عمرنا وينزع سمعة العيلة. لك ما فشرت عينه يصير هاللي براسه، لك يخرب بيته. أنا أبو عزام لكبارية الحارة، ابني يتجوز بنت أجير الحمام اللي عندي؟ والله ما بعرف يا ابن عمي، حاكم هذا ابنك حاطت هاي البنت الشرشوحة براسه، هي فردوس بنت أجير الحمام، بدك تلاقي حل. خلاص خلاص، أنا بعرف كيف طالع فردوس من راسه، خلاص فركي علي. دخيلك يا ابن عمي. لا تاكلي هم، لا تاكلي هم، خلاص يلا. ما قلتي لي يا بنتي شو رايك بالحكي اللي قلت لك؟ يا بي اللي بتشوفه انت مناسب اعمله، انا تحت شورك وامرك. الله يرضى عليك. والله يا فردوس هو عزام شاب كتير محترم وحباب وطيب وانا بحبه كتير، بس الهيئه ما راح تزبط شنو ابوه وامه معارضين هي الجوازه. انا قلت له ما حلوه لا بحقك ولا بحقي، بس أبوه رجاله اعله صعب وخايف يتحطط علي. يا بي انا قلت لك اللي بتشوفه مناسب اعمله، وانا ما بدي اياك تتخانق مع ابو عزام بس كرمال اتجوز ابنه. الله يقدم اللي فيه الخير. يا رب يا رب يا رب يترد لي يا سالم غانم. يا ابو عزام دخيلك، وينه الولد؟ لا تخافي لا تخافي، اطمني ابنك بخير، عاد يرتاح. الف الحمد لله الف الحمد لله. بتعرف هو عم يعمل هيك خصوصي مشان جوزه الشرشوحه. لا لا مو مشان هيك، لا مو مشان هيك. لكن شو يصير ابن عمي؟ والله غليت لي قلبي. ابنك عزام اليوم كان عرسه وكانت دخلته على فردوس. ولي على قامتك يا نظميه على هالفضيحه. فضيحة شو يا مخلوقة؟ فضيحة شو؟ عملك أنا خطبت له إياها وجوزته بحضور المختار كمان. أنت يا أبو عزام أنت هيك تساوي بدون ما تخبرني؟ شنو عزام؟ مستحيل يطالع فردوس من راسه. لك كان ناوي يخطفها للبنت. لو أنا مو ناقصي مصايب، مو ناقصي مصايب يا نظمية. أنا احترت في أمري، ما عرفت شو بدي ساوي، قلت مالي غيره لعند المختار وأخذ رأيه وفتحت له هالسيرة كلها. هاي هي السيرة يا مختار، ايدي بزنارة، والله مالي عرفان شو بدي اعمل، مخي معاك جماعة، لاقي لي حل هالقصة الله يخليك اياها. ما بدك لهالقد ابو عزام، ما بدك لهالقد. لك شلون ما بدك لهالقد؟ شلون؟ لو ابني رح يفضحني وانت بتعرف مين انا. لك يا ابو عزام شغلتك بسيطة، جوز ابنك لبنت ابو فكري وخلص من هذا العي كله. هلا انا جاي لعند منك عشان تقول لي جوز ابني لبنت اجير الحمام تبعي؟ ايه سيدي. لاقي لك طريقة، أنت تكون رضيان وابنك بيكون رضيان. ومن تمساكت؟ إيه ما فهمت عليك، شلون يعني هيك؟ تحمل حالك وتروح عند أبوها، تطلب إيد البنت بينك وبينه، قل له أخي لا بدنا نعمل عرس ولا شو شرع، واستكري له لابنك بيت برات الحارة. هيك أنت بتكون رضيان وأمه رضيانة. يعني هيك قلتها؟ لك ما بدي وقفي. والله كلامك في وجهة نظر، مزبوط. بس يعني بركي أبو فكري ما وافق. أخي تريك أبو فكري علي، أنا بلاقي له دوبارة. أو ليش؟ قوم تعال إلا هلا ما أنا عندك. نظمية أنا هيك جوزت لابني بمعرفتي، ولا من شاف ولا من دري، وعالسكيت وخلصنا من الفضيحة. بس يا أبو لا تخافي، بعد فترة أنت بتروحي بتخطبي لوحدة من هدول اللي بتعرفيهم
وهلا هو خلي يقضي له كم يوم مع هالبنت بعدين لكل حادث حديث. شبه لك بعرفك فهماني بتفهمي على الطاير. يا ربي دخيلك منين اجتنا هالمصيبه؟ شبك فردوس؟ ليش زعلانة؟ خايفة، خايفة تمل مني وتتركني تروح تتجوز واحدة من مقام عيلتكم. لك شو عم تحكي انت يا ولك تحرم علي النسوان من بعدك؟ لك انت حبيبتي وحبيبة عمري كلياتها، ولك انا ما بتركك لحتى موت. عيد الشر عنك تقبل، يعني كمان حاسس بقلبي اني طلعت من بيت اهلي بلا زفه بلا ما البس فستان ابيض مثل اللي عامل عمله. انا بعرف ليش هيك ابي عمل وبعرف شو عم بفكر، بس وحياة عيونك يا فردوس الغاليين انه لخلي كل الخلايق تعرف انه انت مرتي على سنة الله ورسوله، ولا أعمل لك أحلى عرس ولبسك أحلى بدلة كمان. وعد مني. الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك. يخلي لي إياكي، المهم تكوني مبسوطة. مبسوطة وبس. تأخر منير، تأخر كثير. يتأخر يا مو شو بيهمك، انت بيكون عم يربيها لهالفاجرة. لك يخرب بيتها، يخرب بيتها اذا هي عن جد هيك عاملة. 15 سنة وهي عايشة معه بالمكر والخداع. يا حرام يا ابني يا حرام. طولي بالك كمان مرت عمي. ايه والله والله انا وحسنا ما قصرنا فيها بنوب بنوب. ليل نهار نكت. يا على قامتكم انتوا التنتين هريت ووهري. ايه وهي ما قصرت بابنك مرت عمي. يلا يلا. الله. طمني يا مو شو صار معك؟ والله ماني عارفان شو بدي اقول لك يا مو. شيء بخجل. طلع كلام جيران اهلي لمرتي مزبوط. يعني اخي مرتك هي اللي طلعت ما بتجيبوا لها؟ يخرب بيتها اذا صحيح. هي اختي هي. هي اللي ما بتجيبوا لها. ولما واجهتها نكرت، بس لما قلت لها حلفي يمين عظيم على القران الكريم كانت لحظة غوطين. بس بعدين لحالها اعترفت. يعني انت ما فيك البلا؟ الحمد لله يا عم وانا ما فيني البلا، بس هديك الحية كانت مقومة كل انه العطل من عندي. لا 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 ايه والله والله لجوزك احلى جوازة وشوف ابنك قبل ما اموت. هدول الجيران بفكروا عنا شي عرس ولا عنا شي شي او عنا عرس. إن شاء الله ألف مبروك يا أحلى عروس بالدنيا كلها. الله يبارك فيك ابن عمي. اسلم لي جمالك ما أحلى، اسلم لي هالعيون ياخذوا العقل بيجننوا. ابن عمي ابن عمي بس كان بدي أقول لك شيء. شو بدك تقولي لي؟ بدك تقولي لي إنك كنتي متجوزة واحد قبلي؟ لا خلاص خلاص طالما مو هيك الموضوع ما بيهمني. ابن عمي اي شيء ثاني بس خليني. قريتوا الف مبروك يا اخي. الله يبارك فيك ويخلي لي اياك يا رب. الله يجبر بخاطرك، بس بيني وبينك الله يكون بعونك، انا متجوز وحده ومعتر فيها، شلون انت متجوز سنتين؟ اتجوز وحده ثانيه شو مين كام شاف؟ يا حبيبي عليك، إيه بدك مرتي تساويني هيك قدي؟ هلا بيني وبينك مرتك قويه ما بتتشاكل منو؟ لا هو بس قويه ونقده، لا وعلمت اختك تصير نقده مثلها. الله يعينها مرتي الجديده هنيه. بيني وبينك مرتي هديك يطفشوها منك هدول، قامت طفشت وضربت الطلاق. شو هني يا خانم؟ ما بدك تقومي؟ لا تكوني مفكرة حالك لساتك عروس. بعدك نايمة؟ شو رأيك نشفيك مريتي الخاصة؟ يلا يلا صحي حقكم علي. يلا أمام كتري. هلا بتكون زعلت لسات عروس.
بحقه وما تزعلوا حبيبي. شلون؟ والله هذا اللي علقان بين السفايق. ايه تجوز تجوز لإلك. ولي على عيونها شو حلوة. ايه والله حلوة كتير. والله لازم هالجمال يدبل. ولا عندك كلام تاني بنت حماية؟ لا ما عندي كلام بعد كلامي. ولازم نعمل فيها مثل ما عملنا بضرتها أكتر إذا فينا. بس المشكلة هي ما عم تترك لنا فرصة، عم تشتغل كل شيء من الحالة. إيه لا هيك عم قلك، لازم نشتغل فيها أكتر من هديك. إيه لكن امشي معي نتفقس ونتسلى فيها شوي. امشي. لا 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 ليش؟ إن شاء الله ألف مبروك تقبريني. ان شاء الله الف مبروك يا اخي. الف حمد وشكر اني انا رح اشوف اولادك. الله يبارك فيك اخي، الله يبارك فيكم كلياتكم. ان شاء الله ربي ما يموتني الا شوف ابنه لمنير اول. عيد الشر عن قلبك بنت عمي، الله يخلي لنا اياكي. هاتي بدي بوسك من بين عيونك. ان شاء الله بتقبريني يا وش السعد. ايوه مرت عمي بينت المحبه، اذا هي وش السعد انا شو لكان؟ على فكره يعني شو هالانجاز الكبير؟ القطة بتخلف وبتجيب اولاد، شو بيعرفني؟ قلي لهم. ايه خلصنا بقى، شبكن؟ هذا بدل ما تباركوا لاخوكم انه رح تشوفوا اولاده، ايه شبكن؟ ورب العالمين كشف الحقيقة وطلعت مرته كذابة. ايه شو حكينا؟ ما حكينا شيء، قلنا له مبروك. قومي مرت اخي قومي. صاي صايرين اتقال عليهم. هدول نكديات وعينهم حقودة. لا 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 إن شاء الله صحة وهنا. يي ريت وأنا في سم الهاري إن شاء الله. قاعدة هيكي؟ قاعدة مع جوزها وعم تتدلل وتاكل فواكه. طلقها سلفي طلقها. لك أنا ما قلت لكم أنتوا التنتين لا تتدخلوا بهنية. سمعيتوا إياها ولا؟ أنا طولت بالي عليكم كثير، قسماً بالله العظيم، قسماً بالله العظيم بحسب الله ما خلقكم، شو لكم حاطين لكم من نقرات؟ وليش لا تحسب الله ما خلقنا إلنا؟ أحسب الله ما خلقها أنا اللي كذبت عليك وعلينا أخي. أبوها طلع مجرم، قتال قتلها، قاتل واحد هو ومرته وسارق الذهبات، وانشنق بسبب هالشي. شو هنية خانم؟ بلاقيكي سكتتي، ردي لشوف ردي. ولك شو بدها تحكي وشو بدها ترد؟ شي بيسود الوش. لا لا وشو حامل كمان؟ بكره بتعبي لنا البيت كله مجرمين مثل ابوها. ايه خلص فهمنا، ابي مجرم وقتل رجال ومرته، بس انا شو ذنبي؟ شو ذنبي؟ ذنبك اني خبيتي علي وما حكيتي لي الحقيقه. حاولت اقول لك يوم دخلتنا انت يلي ما اعطيتني مجال. اخي اخي الله يرضى عليك، لازم تاخذها عند الداية وتنزل ببطنها لك مصيبه اذا بيطلع لجده مشرف. ولي على امتي انا ما بقعد بهذا البيت ثانيه، بكره اولادي بيتعلموا من اولادها. امشي امشي بتنامي عندي. امشي امشي. يلا يلا امشي. لك يا اخي كرمال الله، انت حكيت بعظمة لسانك انه المخلوقة اجت لتقلك شيء بليلة الدخلة وانت ما فسحت لها مجال، مزبوط ولا مو مزبوط؟ مزبوط اخي مزبوط. يشهد الله انه هذا اللي صار ليلة الدخلة. كان في بتم حكي بدها تقوله انا ما فتحت لها مجال لاني حمار ولاني غبي. هي نامت عسيرة، قالت لك القصة مو محرزة، بقول له اياها مع الايام. ايه معناها ما عليها حق المخلوقة، المخلوقة ما بتنلام. كلام اخوك صحيح. المسكينة رح تنتف حالها، صار لها يومين حابسة حالها بالأوضة لا عم تاكل ولا عم تشرب. أخي أبوه قاتل ما اختلفنا، تعاقب ولا ما تعاقب؟ التعاقب وانشنق، المخلوقة ما لها ذنب إذا أبوه كان مجرم. وهي من وقت ما فاتت لعنا على البيت والله ما شفنا منها إلا كل خير، يعني حتحاسبها بحساب أبوها يعني؟ لك بعدين مو بس هيك، المخلوقة حامل بابنك، ابنك ابنك لك يا أخي اللي صار لك 15 سنة ناطره، مزبوط ولا مو مزبوط؟ لا لا ما حذرت، انت لازم تطلقها وتزتها لبيت اهلها، وانت الثاني لازم تشجعه على هالشي، مو تقعد تصلح بيناتهم.
ولك خراسي وسدي بوزك احسن ما اقصر لك لسانك كب لك يا بالحاره. اذا عندك كلمه طيبه قولي، واذا ما عندك خرسي خرسي. بالله يا بعدي، وكيف بدك تامن على اولادك يعيشوا مع اولادها؟ ليك انا ما بامن على اولادي معها يكون بعلمك. خلص طبعا ما بدي اخرس، ما بدي اخرس اصلا. انا وحسنا ما عم ننام الليل من وراها. لك كيف بيرضى الواحد يعيش ببيت فيه وحده كذابه وابوها مجري؟ اوعك، جوزها هو اللي بيقرر اذا بده يخليها ولا لا. انت بتسدي حلقك وبتخرسي. اسمعي كلمة أمي. ايه خرست خرست. كلمة الحق شو بتزعل بالبيت. هي شو حكيت؟ شو عم تعملي هنية؟ أنا ما عاد لي خبزة عندكم بهالبيت، والولد ما حنزله، حربيه أنا وأمي. تركي من إيدك. هادي هادي. هلأ أنا قلت لك روحي من البيت شي، حكيت شي بيشرحك؟ مو ضروري ابقى لحتى اسمع بأذني، بس بدي اقول لك شي قبل ما اروح. انا ما الي ذنب بكل شي عمله ابي. لما صارت القصه انا كنت ولد صغير وما لي فهمان الشي، وابي نال عقابه وتحاسب وانشنق. طيب انا شو ذنبي؟ شو ذنبي؟ انت ما ذنبك، وانت اساسا ليله الدخله اجيتي لعندي كنت بدك تحكي لي، وانا ما فتحت لك مجال. الحق علي، الحق علي انا. ايه منشان هيك الله يرضى عليك قومي افرضي اغراضك وانسي الموضوع كله. بدك تعتبري كانه ما صار شيء. مو اسمعيني يعني، بدي اياك تحطي ببالك شغله، انه انت والولد اللي ببطنك عندي اياكم بالدنيا كلها. هذا قومي فرديهم. يلا قومي. امرك. بارك فيك يا ابن عمي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.